ألغت دائرة التنمية الاقتصادية أبو ظبي قرارها السابق باعتماد آلية التعامل مع كسور الدرهم في فاتورة ضريبة القيمة المضافة على مستوى إمارة أبو ظبي، وذلك بتقريب كسور فئة الدرهم المعدنية المتوافرة إلى 25 فلس إذا كانت 10 أو 5 فلوس. وأكد خليفة بن سالم المنصوري وكيل الدائرة أن قرار الإلغاء يأتي في المقام الأول استجابة لدعوات المستهلكين لحفظ حقوقهم في استرجاع كسور الدرهم المتبقية في فاتورة ضريبة القيمة المضافة، خاصة بعد تأكيد مصرف الإمارات المركزي توفير كميات كافية من العملات المعدنية المتداولة في السوق من كل فئات الدرهم. وافق صندوق أبو ظبي للتنمية على تخصيص 25 مليون دولار 92 مليون درهم لتمويل مشروعين لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية في كل من موريشيوس ورواندا ضمن الدورة التمويلية الخامسة لمبادرة تمويل مشاريع الطاقة المتجددة بالتعاون مع إيرينا، ما يرفع إجمالي التمويل المقدم من الصندوق خلال 5 دورات إلى 785 مليون درهم مخصصة ل21 مشروعا في 20 دولة.